الطبيعة هنا مدهشة لوفرة الحيوانات والنباتات والمياه في أحضانها، وهي تشكل سلسلة من المناطق التي تكثر فيها الينابيع ضمن محمية بنياس الطبيعية التي يوجد فيها أحد روافد نهر الأردن وأكثر الشلالات ارتفاعاً. وقد جعلت الموارد الطبيعية المتعددة من بنياس مكاناً للعبادة الوثنية، وخصوصاً الإله بان الذي اشتق منه اسم المكان بنياس باللغة العربية. يشرح عالم الآثار بن يوسف كيف بدأت الحفريات في القرن الماضي، حيث اكتشفت عام 1988 آثار تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي. فالاكتشافات والدلائل الأثرية المرتبطة بفترات تاريخية مختلفة بما في ذلك معركة بنياس تشير إلى أن الأرض المقدسة كانت عرضة للهيمنة السلوقية. وبعد 30 عاما من الهيمنة تسببت محاولة فرض ثقافة الهيلينستية في اندلاع الثورة المكابية. And the city known firstly at the year 200 BC where there was a great war here. حوالي 200 سنة قبل الميلاد كانت المدينة مسرحا لحرب طويلة بين الشعوب القادمة من اليونان، كالحرب بين العائلة المالكة السلوقية والبطالمة. وبعد انتهاء الحرب وقعت المدينة تحت سيطرة الإمبراطورية السلوقية، فأقيمت عدة مبان بعضها لتكريم الآلهة في الثقافة الهيلينستية مثل بان. A very certain goddess, Hellenistic goddess called Pan. في العصر الهليني بنى هيرودوس في مدينة بنياس معبدا تكريما للإمبراطور أغسطس، وقبل أن يموت قسم مملكته بين أبنائه الثلاثة. وكانت بنياس من نصيب فيليب الذي جعلها عاصمة لمملكته، وأطلق عليها اسم قيصاريا فيليبي ليميزها عن قيصاريا ماريتيما الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وخلال فترة حكمه تطورت المنطقة اقتصاديا وثقافيا، وسكت العمولات وأقيمت المعابد والحمامات والمسارح والمباني العامة. هنا جرت واقعة مهمة بالنسبة للمسيحية، حيث مر يسوع من هنا وسأل تلاميذه كيف كان الناس ينظرون إليه، ثم مضى يسألهم نفس الشيء مباشرة: وأنتم من تقولون إني أنا؟ من تلك الواقعة ظهرت استجابة بطرس وكشف عن رسالته. يستجيب بطرس إلى الرسالة ويعهد الرب إليه بالمهمة: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. تمنى الرب يسوع ألا يساء فهم هويته كمخلص، وأراد أن يعرف كيف ينظر إليه الناس والوثنيون. فمن الممكن أن تكون ثمة كنيسة ذات هوية مفتوحة ليسوع وبطرس، فألوهية المسيح وأولوية بطرس هما اليوم من بين شروط النقاش الخاص بالحوار المسكون بين الطوائف المسيحية والحوار الديني مع أديان أخرى مستعدة للاعتراف بيسوع المسيح نبيا وليس إلها. يقع هذا الموقع الأثري عند سفح جبل حرمون في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ويستطيع زواره رؤية آثار العصور المختلفة والبنى القديمة والقصور والطواحين المائية القديمة ومغارة الإله بان، ويستطيعون أن يلمسوا المياه المنعشة لنهر حرمون. والأهم من ذلك فإن المكان يمثل اللحظة التي تم فيها فهم هوية المسيح ورسالة بطرس.